تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة المسابقة العالمية 29 للقرآن الكريم تحت اسم فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وذلك بحضور ضيوف مصر من المحكمين والمتسابقين المشاركين في المسابقة. وأوضح وزير الأوقاف أن عدد المتسابقين بلغ 108 متسابق من 58 دولة يتسابقون في 8 فروع تهتم بالشأن القرآني. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة واسعة من مختلف دول العالم، انطلقت فعاليات المسابقة العالمية 29 للقرآن الكريم تحت اسم فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. وعلى مدى 5 أيام يتنافس المتنافسون على حفظ القرآن الكريم وتجويده وفهم معانيه ومقاصده السامية. مصر تتسابق على القرآن الكريم وتتمنى غيرها أن يتقدم وأن يحوز المركز الأول، ونناشد الجميع أيضا، لأننا رغم أننا من حفظة كتاب الله وأن مصر رائدة في حفظ كتاب الله وصدرت كتاب الله عز وجل للعالم كله، إلا أنها تفرح وتطرب بحفظة كتاب الله والذين يسبقونها في هذا الحفظ. الرعاية من قبل الدولة المصرية لهذه المسابقة، وهو ما يعطي انطباعا واضحا وانعكاسا طيبا على مدى حرص الدولة حكومة وقيادة على الاهتمام بالقرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم. وبإجمالي جوائز مليوني جنيه حددت وزارة الأوقاف 8 فروع للمسابقة، مع استحداث فروع الأسرة القرآنية والمحافظ المثالي والحفظ بال7 قراءات والناشئة من حفظة الجزء العام والحفظة من ذوي الهمم. يسرني أن أتوجه بكل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على تفضله برعاية هذه المسابقة وتكريمه السنوي لأوائلها في احتفال الدولة المصرية بليلة القدر، وتوجيهه بمضاعفة جوائزها وإكرام أهل القرآن، فلا يكرم أهل القرآن إلا كريم، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. هذه المسابقة هذا العام تتميز بكثير من المميزات. الميزة الأولى أن قيمة جوائزها تضاعفت عن المسابقات السابقة، فجوائزها تزيد عن 2 مليون جنيه وأكثر، إضافة إلى أن هذه المسابقة تتميز بأفرع لم تكن في المسابقات السابقة. المسابقة المرة دي بتحظى برعاية واهتمام كبير، خاصة أن عدد المتسابقين المرة دي تجاوز 100 متسابق، 108 متسابق تقريبا، وطبعا يعني بيزيد الاهتمام بهذه المسابقة رعاية فخامة السيدة الرئيس لهذه المسابقة واهتمامه بها وبأهل القرآن، ودائما هذا ما تعودنا عليه من فخامة الرئيس. المسابقة يشارك بها أكثر من 100 متسابق من 58 دولة حول العالم، منها 33 إفريقية و7 محكمين من 7 دول للتقييم في حفظ القرآن الكريم وتجويده وفهم معانيه.